طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من طاقات بلا حدود اللي بيطل عليكم يوميا على مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى مدى ساعة كاملة من الساعة 12 إلى الساعة الواحدة ظهرا. طاقات بلا حدود دائما مثل ما عودناكم بيكون مواضيعنا جديدة ومميزة، وأيضا ضيوف بيطلون عليكم يوميا، ضيوف جدا مميزين كل يوم بنستفيد ونتعلم شغلات جديدة، شغلات إن شاء الله راح مش يعني تحوز على إعجابكم ورضاكم، لكن أيضا راح نستفيد منها في حياتنا اليومية. بالنسبة لليوم، اليوم ضيفي جدا مميز ومعه كتاب يعني كلمة رائع. أنا لما أقول رائع من جد أنا راح أكون هضمت حقه، عشان تعرفون قد إيش أنا هضمت حقه لازم تروحون المكتبة وتشترونه وتعرفون هذا الكتاب قد إيش بالفعل أنتوا راح تستفيدون من حياتكم فيه. اليوم راح نتكلم عن الإيسام، وحول هذا الموضوع راح يكون ضيف اليوم بالاستديو الأستاذ زياد أورجانجي، مستشار الإيسام ومدير عام مجموعة إن يونايتد. يسعد لي مساك أستاذ زياد، حياك الله معاي بطاقات بلا حدود. الله يسعدك، تسلمي. اليوم يا شباب يا صبايا على تويتر، يلا نبي أقول تويت حق اليوم، وأبيكم كلكم، أنا من كثر الحماس من جد صورت الكتاب. شكرا عموما على الإهداء أستاذ زياد. الله يعطيك العافية. كتاب يعني يستحق أن يكون موجود يعني بحق في كل بيت، يستحق، مش لنا إحنا كبار أني أنا أو مثلا زوجي أو أخوي أو أختي أن إحنا نقرأ، لا، هذا أنا أعتبره ثقافة رح تكون موجودة عندنا في المملكة على مدار يعني السنوات المقبلة. أبناءنا يستحقون أن بالفعل يقرون كتاب الإيسام. إن شاء الله إن شاء الله. طيب إيسام، الإيسام أنا مجرد ما شفته وشفت الكتاب يعني أنا أول انبهرت بالمحتوى وكيف طريقة كيف أنت متداول الموضوع بطريقة شبابية عصرية رائعة، لكن اللي شوي استوقفني اسمه الإيسام، شنو اللي من وين؟ لهجة إغريقية، الوقواق، شنو بالضبط هذا أستاذ زياد؟ لا طبعا، هي الإيسام هي كلمة أو مصطلح مشتق من كلمة وسم اللي هو اسم وسم، طبعا كلنا نعرف إيش هو الوسم. فكان الحقيقة محتوى الكتاب كان لازم يكون فيه اسم عربي يدل على موضوع البراندينج وعلم البراندينج. الإيسام يعني البراندينج، بما أنه البراند كان زمان هو الوسم، فمن هنا جاء التطور. وفي الكتاب مكتوب كيف طبعا صار التطور هذا، وصلنا إلى موضوع الإيسام بأنه هو عملية بناء الوسم زي ما البراندينج هو عملية بناء البراند. حلو. طب أنت يعني عشان كذا اخترتها، يعني لأنه ذكر في القرآن، ولأنه مثلا أساسا يعني كلمة عربية، عشان كذا أنت اخترتها يعني كلفظية؟ رجعت رجعنا كلمة براند الأساسية، رجعناها لأصلها اللي هي جات من كلمة اسكندنافية اسمها براندر. براندر تعني الحرق بالنار. الحرق بالنار احنا نسميه طبعا يحرق الحيوانات والمواشي وكذا، احنا نسميه بالعربي الوسم. وبعد كذا بحثت في القرآن وذكر طبعا في 6 مواقع في القرآن، سنسيمه على الخرطوم، قال الله تعالى سنسيمه على الخرطوم، في قول الله تعالى سيماهم في وجوههم أثر السجود، وفي كذا موقع آخر ذكرت في القرآن. فأخذت كلمة الوسم رجعناها برضو لمصادرها ورجعناها للمعاجم حقتها وطلعنا معناها، وسم يسم وسما فهو واسم ومفعول به موسوم والسم وكذا. بعدين جينا حاولنا نطلع كلمة اللي هو الفعل نفسه اللي هو الإيسام، مشتق من نفس الكلمة وسم اللي هو الوسم، بحيث أنه يكون هو عملية بناء الوسم. حلو. نعم. أنت قلت شغلة مرة حلوة يعني كذا لفتت نظري، أنت قلت يعني الوسم الحيوانات، يعني هذا ممكن نعتبرها بداية البراند أو الوسم، لأنه بالفعل بنشوف الخيول بيوسمونها، الجمال بيوسمونها، يعني كل تاجر مجموعته بيوسمها، يعني هذه يعني كانت حتى الخرفان، أي صحيح، الغنم بيوسمونهم، هذه بنعتبرها شغلة قديمة، يعني والله حنا الأوائل يا أستاذ، حنا العرب ولا؟ هي طبعا حسب البحوث اللي طلعت وقتها شفناها في نيويورك، البحوث اللي طلعت طبعا وصلت إلى أنه الفراعنة هم أول ناس بدأوا، أو هم خلينا نقول من أوائل الناس اللي بدأوا هذا الموضوع. قد يكون في قبلهم ما نعرف، لكن إلى الدراسات وصلت إلى أنه الفراعنة هم
كانوا أول ناس بدأوا هذا الموضوع. وبعد كذا انتقل الموضوع إلى أوروبا وبعد كذا إلى أمريكا. فموضوع الوسم طبعا موجود من زمان من آلاف السنين. أيوة. وطبعا هو الغرض منه كان هدف واضح اللي هو تحديد مين هو المالك لهذا الشيء. حلو. وإن يقولوا هذا القطيع ملك فلان أو ملك فلان. يعني إحنا سبقنا أب للتفاح المقضومة وسبقنا الألبي والجوتشي. فطبعا كانت العلامات هذه الوسم نفسه كان كعلامة يشبه الشعار اليوم. صح؟ صح. بالضبط. يشبه اللوجو والشعار. بالضبط. فكان يحطوها الحيوانات عشان يميزوا مثلا مين صاحبها. فنفس الشيء هي فعلا بدأت فعليا زمان. البراندز اللي كان اسمها اللي هي براندز اليوم البراندز بدأت بعلامة. العلامة هذه تشبه الشعار. تمام. جميل. احنا رح نطلع فاصل لأذان صلاة الظهر، لكن صدقوني خليكم معانا لأن رح تسمعون أشياء ولا تخطر على بالكم. رح تسمعون أشياء جدا روعة. يعني أنا من حيل يعني من جد حيل متحمسة حق حلقتي اليوم ومتحمسة للإسام، لكن كل اللي عليكم أنكم ترتوتونا وتسمعونا أيضا. رح أرد لكم مرة ثانية بطاقات بلا حدود عقب صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. رح فيكم مرة ثانية مستمعين وأحبتنا بكل مكان بحلقة طاقات بلا حدود، واليوم اللي بنتكلم فيها عن الإيسام. تبون تعرفون شنو معنات الإيسام؟ اللي ما سمعونا بالبداية رح الآن تعرفون مرة ثانية شنو الإيسام، وأكيد حلقة جدا رائعة ومميزة رح نتكلم ونتطرق فيها لكثير من الشغلات اللي رح تعجبكم. كلها شغلات على فكرة يعني رائعة، يعني حتى رجال أو ريادي الأعمال يعني أكيد رح يسمعون شغلات رح تبهرهم ورح تعجبهم، خاصة الكتاب اللي قاعدين يسألون على الكتاب وين رح نقول لكم وين تقدرون تقتنونه. والكتاب رائع شبابي عصري رح يبهركم. طريقة العرض للأستاذ زياد يعني كتب فيه الكتاب هذا يعني تسلم إيدينا. طبعا حول الكتاب هذا معنا ما زال ضيفنا الأستاذ زياد أورجنجي مستشار الإسام ومدير عام مجموعة إن يونايتد. أستاذ زياد، إحنا قلنا الإسام هي قلت أنت مصطلح عربي قديم كانوا يسمون فيها الخيول الغنم. واحد من الأخوان قال أمينة بالفعل الإسام يعني عيد الهاجري، يقول جميل الموضوع والإسام بالفعل معروف عند العرب قديما وأنهم كانوا يستخدمونه بيميزون في الشغلة. أنت متى بديت مشروعك هذا وليش يعني أنت قررت إيسام؟ إيسام ما يعني ما اخترت مثلا، يعني اللي بيشوف الكتاب بيقول يعني عصري كتاب بحت عصري يعني شيء رائع، ألوان كلرز كل الصفحات ألوان ألوان، ليش ما اخترت أنه يكون اسم أجنبي؟ ليش إيسام؟ طبعا هي الموضوع بدأ معانا من الحقيقة من فترة طويلة، لكن بسبب أنه علم خلينا نسميه اللي كان هو علم البراندينج بالانجليزي، علم البراندينج هذا ما كان واضح ولا معروف بشكل قوي في العالم العربي كله الحقيقه. صحيح. وفي الخليج تحديدا. بالاضافه انه ما يدرس في جامعاتنا في السعوديه. فكان تلمست انه في الاحتياج، خصوصا هذا مجالي من فتره طويله ما شاء الله، فتلمست الاحتياج هذا انه لا في احتياج لهذا العلم ولازم الناس تعرفه خصوصا. وبدأنا بشريحة المصممين اللي هم الجرافيك ديزاينرز، هم اللي كان المفروض انه يتعلموا اشياء كثير. بعدين عندنا الناس اللي هم لهم طبعا تخصصهم في التسويق وغير التسويق وكذا، وكل ما له علاقة بالبراندز. انا عموما حطيت لك سؤال يعني منو اللي بيستفيد هذا رح نجي. أيوه. يعني في قدام فبدأنا بمبادرة الحقيقة. بديت انه قلنا خلينا نسوي مبادرة في 2010. 2010 بدينا مبادرة سميناها Think Branding، يعني فكر براندينج، ما كان لسه الاسم العربي موجود. هذه المبادرة كانت انه بدأناها في الكليات، بدأناها مع الجروبات المجموعات المصممين وكذا، بعدين بدأنا نعطيها للشركات. بتخلي الواحد بتخلي فريق العمل أو الجروب بتخليهم يتعلموا أو إنهم يبدأوا يتفكروا بمفهوم واحد. حلو. اللي هو مفهوم البراندينج، مفهوم علم البراندينج. أيوه. فبعد كذا جات فكرة إنه خلاص لازم يصير في عندنا كتاب. الكتاب هذا يكون على مستوى العالم العربي. بما إنه ما في مرجع أساسا في العالم العربي يتكلم عن البراندينج. حلو. فمن هنا جاء الكتاب، وجات انه بدل ما ينزل الكتاب طالما الكتاب عربي فلازم يكون اساسا في عندي مصطلح عربي، واكيد في مصطلح عربي لكلمه براندنج مستحيل يكون ما في. نعم. فهذا اللي خلاني ابحث وادور واطلع كلمه الإيسام. انزين، قبل ما اسالك شنو اللي راح استفيده، انا راح اربطهم السؤالين هذول ببعض. يعني هل اللي احنا قاعدين نشوفه الحين بتويتر بالذات بالانستغرام، ما شاء الله البنات يعني حتى الشباب سارين نفسونهم بالمشاريعهم كب كيكس كوكيز
فساتين وكل واحدة حطت لها اسم، اسم خاص فيها يعني. هل هو هذا هو الاسم البراند نيم الاسم نفسه ولا بيختلف؟ لا هذا هذا شيء ثاني عندنا طبعا. كيف شيء ثاني وانت بتقول اسم؟ اي لا لانه احنا مفهوم المفهوم عندنا انه البراند او البراندينج والبراند كله عباره عن لوجو بالضبط. البراند بدا فعلا زمان كان كلوجو كوسم لكن انتهى الموضوع هذا زمان، لكن اليوم البراند اصبح اكثر من مجرد شعار. يعني الشعار هذا ما يمثل شيء بالنسبه للبراند، يمثل شيء جدا بسيط. صحيح هو الواجهه اللي تعرف فيها في الاخير، لكن عشان نبني اليوم براند موضوع ثاني. يعني اليوم نقول للشباب نقول لهم في عندنا محاضرة اسمها براند ولا بزنس، براند ولا بزنس ولا بزنس. ليش هم مش واحد؟ مو هنا هنا المحاضرة تبين الوضع. هل في فرق بينهم ولا لا؟ وإذا وهو طبعا أكيد في فرق بينهم. أنا بش عارف أنا بشوف إنه واحد، البراند هو البزنس والبزنس هو البراند. أيوه. خلينا أديك مثال بسيط. يلا عطنا مثال. طيب. اليوم لما أوريك صورة شخص معروف، خلينا نأخذ مثال مثلا الفنان عادل إمام. يلا. عادل إمام لو وريته لأي أحد وريناه سويناه في محاضر، يعني وريناهم صورة عادل إمام قلنا لهم في حد ما يعرفه؟ قال لا هذا عادل إمام. أكيد. وريتهم صورة شخص آخر قلت لهم في حد يعرفه؟ قالوا لا والله ما حد يعرفه. قلت لهم هذا كمان عادل إمام لكن هذا عادل إمام عراقي وهذاك عادل إمام مصري. يعني هو بيشبه شكليا؟ لا 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 ما بيشبه. لا بفقط الاسم بس. اسم عادل إمام زيه تشابه اسمه، يعني مثل أنا ممكن ألاقي أحد أمين العبد الله مثلا. يلا حلو. فمثلا قلت لهم هذا عادل إمام مصري، هذا عادل إمام عراقي، هذا عادل إمام ممثل، هذا عادل إمام تاجر، هذا عادل إمام مليونير، هذا عادل إمام ملياردير. أوه. ملياردير. أيوه. هذا عادل إمام معروف والكل يعرفه، وهذا عادل إمام ما حد يعرفه. هذا عادل إمام براند، وهذا عادل إمام بزنس. البزنس إيش إيش المشكلة اللي فيه؟ البزنس طبعًا ممكن يكون ناجح جدًا، لكن البزنس إحنا نقول البزنس يموت مع صاحبه، والبراند يعيش مع الناس. الناس هي اللي بتخلي البراند يعيش اليوم. حتى عندك على مستوى البيرسونال براندنج نسميها او البراند الشخصي او الاسامه الشخصي، بيكون عندك مثلا زي الاسماء المعروفه ام كلثوم وصباح الحليم وغيرهم وغيرهم، يعني هذه الاسماء ستيف جوبز، الاسماء هذه اللي هي هم ماتوا لكن انها هم مواجهتهم موجودين ومعروفين. فاسمهم لحاله هو براند. صحيح. بينما الاخ الثاني اللي كان تاجر اذا مات ما حد دري عنه. صحيح. والبزنس يعني يفضل يا ما شغال او الجيل الثاني او الثالث انه زي لما نسمع عن تجار معينين بيقعدون فتره بس بعدين مثلا بتنتهي تجارته او بينتهي هو. أي. بموته او بافلاسه او وات ايفر. هنا هذا بزنس نسميه بالضبط. هو طيب. وكل على فكره هو جل. كل براند أوكي. بزنس في الاساس، لكن مو كل بزنس براند. مو كل انت كيف انت ممكن يكون عندك بزنس عمره 100 سنه بس ما هو براند، ما حد يعرفه، ما هو شيء واصل للناس انه هذا براند ولا شيء، هو بزنس شغال تجاره فقط. بالضبط صح كلامك. لان ساعات احنا بنشوف مثلا براند بتدخل المملكه، يعني مثلا بنقول اوف هذه نزلت بس في الشرقيه، او هذا بس البراند هذا نزل بالرياض، او مثلا بنشوفها في دبي بالكويت باماكن ثانيه بس ما جت عندنا. ولما نيجي تدخل مثلا السعوديه بنلاقي ان لها 70 80 سنه من زمان بس توها يعني معلش يعني فعلا صار زياده. يعني حتى جوتشي والفي والاشياء هذه وشانل هذه يعني متى دخلت السعوديه اصلا؟ مش من زمان. صحيح. تو يعني يمكن في السنوات الاخيره اللي بدينا نعرف هذه، ولو نشوف تاريخها بنلاقيها لها وين يعني عمر من عمر. صحيح مظبوط. نفس الشيء فيرزاتشي وغيرها. فيرزاتشي كيف اول ما بدات؟ طبعا في اسماء كثير بدات زي ما قلنا كخطه، هي بدات كبزنس طبيعي، اي حاجه في الحياه بدات بزنس، بعد كذا كان التوجه انه لا هذا يصير براند. هذا هو الفكر المختلف اللي احنا نتكلم عنه اليوم. كم براند اليوم عربي عالمي؟ اعطيني اسم واحد عربي عالمي. يعني ايش اقول عالمي؟ يعني اقول حاجه زي مثلا ستاربكس. ستاربكس براند عالمي صح، اعطيني عربي بس. ممكن في واحد قريب له اللي هو يحيى البشري، ممكن قريب، ممكن اقول لك لومار، ممكن بدل آونة الاخيره يمكن فدوى تقول في عندها براند عربي. طيب يعني يمكن هذه اقرب شيء، هذه اقرب شيء، هذه اقرب شيء. انا بشوف يحيى البشري يمكن هو اكثر واحد اللي طلع. يعني هو يمكن استاذ يحيى كاسم لانه صمم للليدي ديانا، صمم للناس عالميين. استاذ زياد معلش. طيب ما عندي بس انت ما عندي مشكله. هو اكيد وصل وجه له تحيه، وصل لناس عالميين، وصل انه صمم لناس عالميين، لكن نتكلم ك
هذا again personal branding يعتبر هو هو كمصمم هو شخص personal branding سوى لنفسه. لكن اليوم مثلا أديك مثال لومار اليوم براند لومار لو أي نسيم كان عندنا آلاف المحلات اللي تفصل الثياب صحيح ولا لا؟ إيه بالضبط. جاء لو أي دخل هذا المجال بس دخل في نفس البزنس بس بفكرة مختلفة اللي هي فكرة لومار وسوى لومار البراند اللي هو اليوم من 2006 لليوم تمام. وبالعكس لومار إن شاء الله عنده القدرة إن شاء بإذن الله تعالى إنه يكون انتشاره أوسع وأكبر إن شاء الله في مجالات كثير لأنه فكر فكرة البراند. أكيد إنه جلت حيك كان ضيفنا يوم من الأيام. أنا رح أسألك طبعا عن أنت بتتكلم عن البراند صح؟ صح. معلش يعني السؤال اللي حقوله أستاذ زياد بس كتابك فيه عصفورة نفس عصفورة تويتر. هي طبعا ما تشبه هي عكس عصفورة تويتر. ما أنا ما أقصد إنك قلدتهم ولا شيء معلش. هي طبعا لا 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 بالعكس هي وراها قصة. لا لا لا. بس إن ما أدري يعني شدتني أنا حسيت عصفورة تويتر. أي هو كويس حتى لو حسيت إن هذاك على اليمين هذا على أيوه على اليسار هو حلو حسيت إن تويتر برضو ما هي مشكلة كويس لكن هو عموما وراها قصة يمكن اللي يقرأ الكتاب حيشوفها. هو فالقصة هذه تعلق بولدي طارق كان عمره 3 سنوات وجاني قال لي يعني بابا رسم لي عصفور جاب لي ورقة وقلم قال لي رسم لي عصفور فرسمت هذا العصفور انت شايفه الآن بالضبط رسمت له إياه فقال لي خلاص أنا أكمل فأخذ وكمل العصفور فبدأ رسم العين كذا في مكانها وكذا فقلت والله عين مدورة كذا أيوة ما شايفه أيوة أنه شكلك طالع فنان فكرت كذا ما شاء الله رسمها بدقة يعني احتراف قلت ممتاز حطها في مكانها الصحيح فما كملت كلمتي إلا هو كمل الرسمة حقته زي ما شفت يمكن هو سمايلي فيس على الـ على الـ الطير العين الثاني وحط ابتسامة وحط ابتسامة فضحكت كثير الموضوع كيف كان مختلف. طب حلو بسألك أيضا سؤال يعني شلون هذا الإبداع هنا بيكون شلون يعني أنا إيش رح أستفيد منه أنا مثلا أمينة أبغى أعمل الحين بزنس أنا شو رح أستفيد من كتابك ده راح تستوعبي فكرة الإيثام إيش هو الإيثام أنت اليوم تبغى تسوي وسم وتسوي وسم اسمه أمينة بالضبط تبغى تسوي براند آخر مثلا وسم خارجي اسمه له اسم معين هتستفيدي من الموضوع أنك تفهمي الفكرة بشكل عام عشان لما تطبقي قوانين البراند أو الوسم أو الإيثام قوانين الإيثام تختلف عن قوانين البزنس قوانين البزنس طبعا لازم قبل اي بزنس تسوي بزنس بلان وتسوي خطه وتسوي كذا ودراسه جدوى وغيرها وغيرها اوكي انتهينا من هذا الكلام كله سويناه مشينا حسب الكتاب ما يقول بدينا البزنس الان عشان اكون انا براند واسوي وسم يكون اسمي هو وسم معروف واسوي هذا الشيء يحتاج الى عمليه اخرى اللي هي عمليه الإيثام اللي هي بالانجليزي عمليه البراندنج عملية البراندنج مش فقط تقتصر على أني أنا أصمم لك لوجو شعار وأحط لك اسم وأسوي لك هوية ما تقتصر على كده لا طبعا في لها قبلها هذه يمكن يمكن 25% من الموضوع كله بس البقية الدائرة لها خطط استراتيجية لها شغلات لازم تكون موجودة عشان تبدأ تتحولي من مجرد بزنس إلى براند. حلو أنت بتاخذون فيها أكيد تاريخ وقصص عشان تطلعوا إيثام في النهاية احنا راح نطلع فاصل سريع استاذ زيادك راح نرجع نواصل معك واكيد كل الشكر لكل احبتنا على صفحتنا بتويتر واللي قاعدين يرتوتون لطاقات بلا حدود راح ابدا بالسيد العبادي محمد صبحي وعيسى وشحير عبد الله الالمعي مكه حقنا بدر بدور راشد هتان فروتيلا شموسة ساكن مكه هاني اورجنجي عمران اخون براس وايضا محمد الجهني وعلي الفازع وفي ايضا عيد الهاجري ايطالي فور ايفر ابو هتان وروري محمد الشريف احمد الحربي محمد ايضا علوش منير الطائفي وعبد الله العمودي رؤيا نوره وابو فراس باسل السلمي رح ارجع اكيد اني اقول اسماء البقيه لكن رح نطلع فاصل ونرجع نواصل. طاقات بلا حدود مع امين العبد الله رح ارجع اكمل على الاسماء عشان ارجع اكمل موضوعي باسم السلمي مودة غزاوي عبد الله المطلب الملاوي محمد الشراني وايضا الحلومه ومشاكس ابو ريان وامين العبد الله رتوت بس باقي حضرتك رتوت أنا بعد عشان كده تكتمل زي ما يقولون الدائرة احنا ما زلنا بنتكلم في موضوع الإيثام ومعانا ضيفنا الأستاذ زياد أورجنجي مستشار الإيثام ومدير عام مجموعة إن يونايتد. طيب احنا قلنا كنا بنتكلم ان الإيثام حتى هو يبغى له دراسة يعني مش
انه مجرد اسم بتختاره، لان سعد مثلا انا بحط اسمي براند مثلا، بس انتم بتعملوه حتى كيف انكم استراتيجيه لهالدرجه يبغى له استراتيجيه. انا على بالي انه خلاص اجيب واحد ممكن يرسم لي رسمه من جد. اي لا فعلا هو لا هو اكبر من كذا بكثير. يعني اليوم براندز كثير او اسماء كثير موجوده في العالم ما بنيت لانها كان عندها شعار، لا بنيت لانه كان في وراها اشياء كثير، من ضمنها كان التصميم والشعار والاسم وكذا، لكن كمان من ضمنها كانت الحملات اللي سوتها، من ضمنها كانت الاستراتيجيات اللي بنيت على اساس بني على اساسها الاسم هذا والبراند، كيف يوصل للناس، ايش يقول للناس، انا مين جايكم، ليش بأوعدكم في ايش. عشان كذا في حاجه عندنا في كتابه الكروه اسمها البراند بروميس او وعد الوسم. فبالتالي ايش الوعد اللي انا بقدم لكم اياه، ليش انا اليوم موجود، انا اليوم هنا عشان ايش، حل عشان ليش انا ليش. عشان كذا انا شفت يعني لما قعدت توريني الصور حتى في يعني في البر كاشتين وماخذين معاهم الكتاب، عشان كذا مسوي هالضجه سجه. يعني من جد انا انصدمت انه في كل مكان الكتاب ما شاء الله موجود الحمد لله. يعني هل هو عشان ثقافه جديده علينا في المملكه، او لان بينورنا طريقنا، عشان احنا خاصه احنا انا بعتبر الشباب والبنات ما شاء الله صار عندهم في ثوره البزنس، ثوره ان يكون انا أيوه. اني يكون لي اسام، خليني اقول ما راح اقول يكون لي براند، نستخدم لفظ الاسام لانه عربي، يكون لي وسم أيوه. يكون لي وسم خاص فيني علشان أيوه. كذا ما شاء الله الكتاب انا بعتبره انه مش مجرد موضه او مجرد انه زوبعه انه موجود. اي لا هو الحمد لله رب العالمين. يعني اولا هو لانه كمرجع، انه ما في مرجع عربي في العالم العربي كله عن موضوع الاسام او البراندنج. في نفس الوقت الناس الله يعطيهم العافية، يعني كل واحد يعني اهتم في الموضوع الكتاب وكذا، الحقيقة أشكرهم كلهم على الهواء، يعني أشكر كل واحد صور الكتاب من حاله. أنا لقيت فجأة الناس ما شاء الله تبارك الله كل واحد صور الكتاب بطريقته أكيد. ونزل وحطه وقال وصل الكتاب وصل الكتاب. فأنا حقيقة يعني كنت سعيد جدا بهذا الموضوع. هي الهدف الأخير بغض النظر، صحيح أنه هذا أول كتاب وصحيح أنه كذا، لكن نعتذر إذا كان في أي خلل كان موجود أي شيء. هذا إحنا بنحاول ننشر الثقافة هذه، ننشر العلم هذا، نغير الفكر للناس، وأتمنى الناس تستفيد فيها وتستفيد منه على المدى الطويل، خصوصا الناس اللي عندها بزنس، الناس اللي بادئة مشاريع صغيرة، الناس اللي أوريدي على رأس العمل، الناس اللي بتتعامل مع البراندز، بتتعامل مع الأسماء وكذا. لما يأخذوا المفهوم ويشوفوه بطريقة مختلفة بمنظور مختلف، طبعا المنظور هذا يحتوي ما هو أكاديمي بحت أو كتاب يعني منقول من كتب أو كذا، لا هو طبعا مبني كمان على الخبرة اللي احنا عشناها وتجاربنا وكذا وكذا وكذا، زائدا أنه الأشياء اللي خلينا نسميها القصص النجاح اللي موجودة حوالينا عالمية أو حتى محلية. حلو ما شاء الله. عشان كذا انا يعني استوقفني بعد الأستاذ أحمد الشقيري، إبراهيم عباس اللي هو كتب طبعا الروائي وكاتب سينمائي اللي كتب حوجن، ايوه حوجن، والدكتور علي ابو الحسن، يعني ما شاء الله كلهم معلقين لك من هذه الكتاب. اي أيوة والله يعطيهم العافيه. يعني المره الجايه ان شاء الله راح كنا انا بعد ان شاء الله ان شاء الله. طيب انت يعني قاعد فت نظري انك قاعد تتكلم عن حاجه في البزنس، يمكن احنا عندنا بالسلك التعليمي عندنا في الجامعات بالذات لما تدخل مثلا اقتصاد واداره يعني ما في الشغله هذه، مش متكلمين عن الإسام أو البراند، يعني حاطينك كمنهج أو مادة ممكنها تدرس. صحيح. يعني ما فكرت أنك مثلا تعرض على وزارة التعليم، خاصة ما شاء الله يعني الآن بقيادة صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل بيسعى أنه يطور في التعليم، بيسعى أنه أكيد يبث الشغلات جديدة، خاصة الشباب الجيل الحين مش زي الجيل السابق، جيل الأيباد، جيل الأجهزة الذكية، جيل الإنترنت بالضبط. هذا هو أكيد بيختلف حتى طريقة التدريس أو التعليم، ليش ما يكون في عندنا يعني الكتاب هذا ضمن مناهجنا التعليمية؟ والله ما فكرت لا أكيد طبعا فكرت، بالعكس أنا أتمنى أنه يكون يدرس المنهج هذا بشكل عام، سواء كتابي أو غير كتابي، ما بتكلم عن الكتاب نفسه، لكن أتمنى أنه يدرس المنهج هذا اللي هو علم البراندينج وعلم الادفرتايزنج والدعاية والإعلان والكلام هذا في جامعاتنا السعودية. طبعا في كليات او جامعات بدات عند البنات زي دار الحكمه كانت تدرس جرافيك ديزاين وكذا، وفي عفه برضو عندها قسم الميديا وهذا، وفي في دار العلوم في الرياض برضو تدرس جرافيك ديزاين، وفي برضو الوحيده يمكن الجامعه اللي فتحت كليه الاعلان هي جامعه هنا اللي هي كانت زمان السي بي اي صارت اليو بي تي،
في جدة للشباب. إذا الشباب الحقيقة لقيت تعطش كبير في عند الشباب إنه هذا المجال مو عارفين كيف يدرسوه. طيب هذا المجال حرام إنه ما ندرسه. بالضبط. ضروري يدرس ندرسه. ليش؟ اليوم طبعًا في ناس كانوا يتناقشوا معايا إنه قديش أهمية إنه الشيء ذا يدرس. قلت لهم إجابة واحدة، قلت لهم اليوم في أسماء عالمية، براندز عالمية أو ماركات عالمية ميزانياتها ميزانيات دول. اليوم مثلا وولمارت مثلا في أمريكا ميزانيته ميزانيات 4 دول ما يقابل، أو مثلا أبل ميزانيتها ميزانيات دول. هذه كلها أسماء وبراندز بنيت لأنه الناس خلاص أثرت على مو بس عقولنا، على الطريقة اللي نستعمل فيها اليوم التكنولوجيا. بالضبط. فبالتالي أصبحنا إحنا خلاص متعلقين في حاجة اسمها أبل، متعلقين في شيء ثاني اسمه كذا، متعلقين في براند أو في اسم مختلف عن اسم آخر بسبب أنه قدر يوصل لنا فكرته وقدر وصلنا المنتج وكذا والخبرة كلها. وأنه بجودة عالية بعد. والجودة طبيعي، شيء طبيعي. جودة عالية. طيب أنا يعني بالكلام معك ما شاء الله يعني رائع، بس أبغى أفتح اتصالات للمستمعين. يعني في قصص، أنت صارت قصص كثيرة، قصص نجاح. صحيح. براندز يعني رائعين، يعني شيء رائع بصراحة. إيش أكثر شيء شدك بالقصص اللي كتبتها؟ يعني شوفي على موضوع اللي شوي قلنا اللي هو براند ولا بزنس، كان في قصة أديداس مثلاً. حلو. قصة أديداس من القصص اللي تحس كذا لها طابع عجيب، إن هو عمل الثورة والمدخلة المملكة. أي صحيح، لأنه كيف بدأوا زمان اللي هو أدولف داسلر، كان القصة معروفة، هو وأخوه بدأوا سووا، طبعا بدأوا في موضوع الأحذية الرياضية. وأدولف نفسه اللي هو الملقب بإيدي، إيدي هو أول من اخترع موضوع المسامير في الجزم. الله يكرمك. حلو. الجزم الرياضية. بالضبط. هو وأخوه بدأوا مصنع داسلر للأحذية. بعد كذا اختلفوا الاثنين. فواحد راح سوى إيدي داس من اسمه إيدي داسلر، راح سوى إيدي داس. حلو. والثاني راح سوى إيش؟ سوى هما. لا عاد. أيوة. الثاني راح سوى شركة أسماء على فكرة، اثنين وأسماء عالمية. بالضبط. أيوة صحيح. بس خلينا من بس على فكرة أديداس أنا بشوفك كبراند يعني أقدم. أيوة. لا شوفي أنا أقولك حاجة. ووصلت فعلاً... إنه أسرع. أيوة. أنا أقولك ليش؟ الآن الفكر اللي سواه إيدي. إيدي كان هو وأسرته، كان عنده بس ولد وزوجته. اللي صار في الأسرة هذه إنه في خلال 10 سنوات مات إيدي ومات ولده وماتت الزوجة. فالعيلة اللي مالكة لهذا الاسم أديداس كشركة ماتوا، انتهوا. عشان كذا شوي هبطوا. إحنا عشان كذا هبط جت فترة. أيوة راحوا أساسا بانك رابسي، راحوا على إفلاس. الشركة راحت لأنه ماتوا الأونرز خلاص، ما فيش أحد بيحرك العلامة هذه وبيمتلكها. عشان كذا قلت لك البزنس والبراند. أيه كيف البزنس يموت مع صاحبه لكن صحيح. البراند يعيش مع ناس. إيش جاء اللي هو المستثمر وأخذ الاسم هذا، قال لك كان مؤمن أنه لازم يصير له تسويق بتفكير الماركتينج أكثر، بتفكير البراند أكثر. فأخذه وراح سوى أديداس اللي هو اليوم، اشترى البراند ورفعه وسوى أديداس اللي هو اليوم واصلنا في كل مكان. طبعا التفكير اختلف، كيف كان الأسرة، كان من ضمن خلينا نقول بزنس فاميلي بزنس كان، وبعدين تحول إلى لا إلى براند أكثر. حلو. ويوصل للناس، والناس هي اللي بتعيش أديداس. أديداس مطلوب عالميا. بالضبط. يعني عشان كده ساعات في شركات بتغير مش الأونر، يعني اللي كان مثلا مؤسس نفس البراند بس مش دائما يعني أحس إنه بيعلنون. هل هو خوف عشان الاسم البراند نفسه أو الإسام أو عشان يستمر إنه ما ينهز مثلا أو إنه يتغير؟ قصدك إنه أحد اشتراه يعني باعه أو كده، ولا يتشال نفس الشخص؟ لا زي شانل أعتقد بنته أو يعني من طرف اللي مسكت شانل العقبة يعني. مش دائما أنا بحس إنه بيعلنون عن إن الشخص إنه مثلا تسلم أو باع عشان يستمر نفس البراند ما يموت. طبعا هي بيكون أكيد في أخبار عليها، لكن تلاقيها في مجلات معينة مختصة أكثر حسب قوة البراند. حتى المجلات هذه يمكن كثير بتصير في المجلات. أيوة. اليوم قوة البراند اسم عالمي، لما يكون اسم عالمي معروف جدا يصير فيه أي حاجة تلقى الأخبار كلها والميديا تكلمت عنه، لابد نسمع عنه. بس في أشياء صارت من زمان، عشان كذا ما كنا زمان، ما كان في يعني الإنترنت عندنا زمان، والبراند هذه بدأت من أكثر من 100 سنة، فما كان في إنترنت عندنا، ما كان فيه، فما كنا نسمع الأخبار كثير. نعم. إحنا نبدأ نستقبل اتصالات، بس حسألك آخر سؤال. طبعا. يعني هذا من أكثر الشغلات، القصص اللي شددك يعني من جد روعة بصراحة. بس اثنينهم نجحوا، يعني حتى لما انفصلوا مو معناته إن نهاية المطاف. أي. لا اثنينهم نجحوا، يعني حتى هي من الناس اللي بتشتريها. يعني حلمك، حلمي أكون
مو طبعا زميلنا الاذاعي لا حلمي شنو؟ حلمي اكون ايش؟ ايش حلمك يعني توصل للشباب اللي بيبدون البزنس حقهم البنات او حتى ريادي الاعمال او انت كشخص؟ والله انا اتمنى يعني اتمنى اول شيء انه المجال هذا يدرس عندنا بشكل عام في جامعاتنا وكذا اساس التعطش لهذا الشيء موجود، زائد انه احنا عندنا القدره انه احنا نبني أكيد. اسماء وبراندز ونبني ماركات نقدر نطلع فيها للعالم العربي الخليج وبعد كده نقدر نطلق فيها لأكثر من كذا، بس إنه ما حيصير الشيء ذا إذا كان ما مو من الأساس من العلم ما تأسسنا صحيح ما تأسسنا صح. يعني أي واحد الحين ممكن يعمل اسمه براند بس يبي له مسألة وقت، يبغاله وقت، يبغاله أشياء كثير، يبغاله غير الوقت، يبغاله الخطط الاستراتيجيات الكلام هذا كله، مين حيطلعه إيش عنده كبزنس بلان عنده، كيف ماشي الخطة حقته أساسا، يبغاله مختصين يشتغلوا معاه عشان يوصلوا. نعم رح نطلع فاصل سريع بس رح نرجع نواصل معاكم مع مستمعين الكرام، رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم أسئلتكم عبر الاسمس اللي حابين يشاركونا، دزلنا مشاركتك أو دزلنا اسمك ناخذك مشاركة هاتفية السي سي، رح تكونون على 84770 موبايلي 640660 زين 7462622 خط هاتفنا اللي رح حابين يطرحون أي سؤال أو استفسار على الأستاذ زياد أورجنجي مستشار الإسهام ومدير عام مجموعة إن يونايتد. على فكرة أي سؤال في البزنس، في البزنس عندك فكرة مشروع ما أنت عارف شلون تبدأ وتبدين، عندكم فكرة إسهام أو خلينا نقول براند، شنو ما كان يعني في عندكم مشكلة، اليوم فرصتكم أنكم تتشاركوا معنا على خط هاتفنا 0121-61-61-100. وأيضا شكر لكل اللي رتوتوا أكيد للطاقات بلا حدود على آتال فلف أف أم، وأكيد أكاونت الأستاذ زياد أورجنجي وأكاونتي الخاص أيضا A3M4E. أسئلتكم أيضا رح نبدأ نأخذها أكيد عبر صفحتنا بتويتر. شكرا لصدى صوتها رفعت أو رأفت أورجنجي وأيضا عدنان مرخلاني موسى البلوشي بصراحة أوفر عبد الله النفاعي وعبد الرحمن الطويقري واتحادي 87 ريودي المياني ومحمد الشريف وأحمد البغلاني وأنا سبرنت محمد ناصر مودي النمر والهوى حجازي وأكيد إن اليوم هوانا حجازي. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله تحت الهوى. أنا كنت بسأل الأستاذ زياد بقول له يعني بنشوف البراند أو الإسهام في ناس يعني يبي لها وقت، قال لي إيه يبي لها وقت أمينة. طب بس في ناس أستاذ زياد والله فجأة بوم تلاقيه صار براند نيم زي الفيسبوك ولا الشغلات، ليش أنا ما أبي بين يوم وليلة أصير براند نيم؟ عشان الفكرة again نقول دائما البراند اليوم إيش هو؟ البراند اليوم هو فكرة. حلو. ما هو زي ما كان زمان تعريفه في الجمعية الأمريكية للتسويق اللي هو شعار شكل اسم مش عارف إيش كذا 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 الذي يمثل البراند، خلينا من ذا كله هذا كله تكنيكال، خلينا في الموقع اليوم البراند إيه؟ البراند عبارة عن فكرة. لو عندك الفكرة المميزة اللي حتخليكي في يوم وليلة تكوني اسم يوصل للناس بسرعة جدا زي ما مثلا الفيسبوك طلع للناس وصار ترند أصلا ومشي بعد في حاجة مرة مهمة على فكرة، ومشي على عالم الديجيتال صح، ومشي مع الانترنت لأنه الناس كلها كانت توجهها في الديجيتال في الانترنت، فالأفكار كلها كانت مناسبة، ما مشي في طريقة قديمة الناس ما هي رايحة لها، شاف الموجة فين رايحة كانت وقالوا خلاص عالم الديجيتال إيش في شيء في عالم الديجيتال. نعم الفكرة يا الله يلا عطنا فكرة إن شاء الله نطلع إن شاء الله. رح نبدأ نأخذ الاتصالات، أول اتصال معنا وجدي، يسعد مساك يا وجدي. يسعد مساكم إن شاء الله. حياك وجدي، نفسك تكون براند؟ والله هو من كم سنة صراحة أنا حاولت كم فكرة بس المشكلة في التنفيذ، هنا المشكلة يعني عارفة مو أي واحد ممكن يدعم أي أحد أو مو أي أحد ممكن يتقبل الفكرة غير كده. يعني أنا بسأل الأستاذ بس إنه كيف أقدر أعرف قبول الناس للفكرة؟ جميل. حلو، سؤال جميل مرة الحقيقة، أعطيك ألف عافية. قبول الناس للفكرة طبعا دائما بنسويها إحنا عن طريق اللي هو الريسيرش، عن طريق البحث بنسوي حاجة اسمها فوكس جروب، بنجمع الناس الشريحة المستهدفة الفعلية اللي احنا خلاص هنستهدفها وبنسوي لهم فوكس جروب. اذا كان مثلا انت مستهدف المملكة اللي هي ناخذ المدن الرئيسية مثلا جدة الرياض الدمام وكمان في الجنوب وفي الشمال، ناخذ مدن رئيسية وناخذ شرائح معينة اللي هم من نفس الفئة المستهدفة العمرية ونقول والله تعال نختبر عليهم الفكرة هذه، فبالتالي نشوف قبولهم لها، مدى قبولهم للفكرة، ونعرف ناخذ يعني زي ما يسموه هي الكواليتيتيف او الكوانتيتيتيف، فناخذ الكواليتيتيف اول اللي هي بتكون بتعتمد على الكواليتي البحث اللي يطلع لك هو
عن طريق الفوكس جروبز هذه نجمع مثلا يعني عدد ست. يعني هي تقريبا حتكون ستاتستكس يعني ححاول ان اجمع سيرفيز من الناس وزي كذا. مضبوط. السيرفيز طبعا انت انتقلت للمرحله اللي هي حتجمع فيها كعدد معين, انت دخلت في الكوانتيتيف هناك, فبالتالي بتشوف العدد الاكبر اللي قالوا لك اوكي على الفكره والعدد الاقل وفين ساكنين فين مكانهم ايش فئتهم العمريه. السيرفي شوف حيساعدك دائما في انك تقرر, لكن مو دائما ترى على فكره هو خلينا نقول 100% القرار النهائي, لكن حيوجهك يساعدك كيف تقرر. فاي فكره عندك حابب انك فعلا مؤمن فيها, انت اهم شيء اذا انت مؤمن فيها اختبرها على الشريحه المستهدفه وشوف ايش رايهم. على فكره قد تكون الشريحه ترى من الناس اللي حوالينك, يعني انت حددت الشريحه العمريه والدخل حقهم وكذا وكذا, قد تكون الناس اللي حوالينك اصحابك تبدا فيهم. حلو, حلو. جميل, حلو انه ممكن فعلا نبدا باصحابنا, لان ساعات يقول لك انا بخاف ان فكرتي معلش انأخذ, يعني في تخوف انا يعني من اتصالات. احنا نقول طبعا يا ريت اذا هو مؤمن جدا بالفكره يا ريت يسجلها طبعا. حلو. اليوم عندنا في اعتقد في اماكن تسجيل, وزائد حتى في مكه في ام القرى في فتحوا قسم خاص لتسجيل الافكار. جميل. أيه. يلا الله يوفقك ان شاء الله يا وجدي. ناخذ احمد. الو احمد. الو احمد. طب حعيد الارقام على بال ما ناخذ المشاركه. هات في معنا صالح. يلا صالح. اهلا وسهلا اختي امينه, كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. حياك الله اخوي صالح, تفضل. كيفك اخوي؟ هلا حبيبي. حي صالح, حياك الله. انا عندي سؤالين. انا الان داخل مسجل في جامعه الامام انتساب. عندي مادة من المواد الثمانية اللي أدرسها الترم هذا إن شاء الله إدارة واقتصاد. جميل. سؤالي أنا, هل تنصحني يعني لو أنا عندي فصل تحضيري الآن, لو تخصصت يعني في المستقبل أدخل اقتصاد وإدارة؟ سؤالي الثاني, أنا داخل مع واحد شريك, هو بالفلوس وأنا بالجهد يعني. فالحين وصلنا كل واحد يعني 40-50-50, ايش رايك ب بالنسبة؟ لا مو النسبة اختي امينة, انا قصدي اللي يدخل بجهده والثاني يدخل بالفلوس. طيب اوكي. طيب بالنسبة لسؤالك الاول حبيبي اللي هي هل تدرس هل تتخصص ادارة واقتصاد او لا, اذا انت حاسس طبعا شوف بشكل عام الإدارة والاقتصاد هو تخصص مفيد بشكل عام في حياتك العملية, انك بتشوف انت بتعرف الإدارة في اي مكان تكون شغال فيه او انت او مكان انت تملكه او تديره. فالإدارة اكيد بتعلمك اشياء كثير مهمة في البزنس, انه اذا انت متخصص في هذا الشيء, واذا كان ميولك كمان انك تفتح بزنس ويكون لك عملك الخاص ويكون لك شركتك الخاصة او مؤسستك او كذا, فطبعا اكيد انك لما تدرس إدارة اقتصاد هذا الشيء مهم بالنسبة لك. فهذا بالنسبة لسؤالك الأول. سؤالك الثاني كان أنه دخلت أنت وشريكك بنسبة 50% أنت بالمال وهو بالمجهود, ولا أنت بالمجهود وهو بالمال؟ طب حتى لو كانت خلينا ناخذها من مبدأ واحد يدخل 50 بالمجهود والآخر بال, هي طبعا في الأخير الشراكات حسب الاتفاق, بس طبعا يعني كون أنه يدخل شخص بماله 50% والثاني 50% بمجهوده, هذه حاجه حاصله, لكن انا افضل دائما انه يكون في الشخص اللي بدا بالفكره وكذا وهذا انه يكون له نصيب ال 51% مش 50% عشان يكون له صوت. هل ايوه هل 50 كفايه او ان المفروض يكون لا أكثر؟ حلو في الشراكه يعني اتوقع لا يكون 51 افضل من 50, يعني يكون هو صاحب الفكره. صاحب, صاحب الفكرة. الفكره بالضبط. عارف ليش استاذ زياد؟ لان ايضا كثير اتصالات كثير بتجينا ان في شباب عندهم أفكار بس مش قادرين يعني يطلقونها بسبب المادة, فبيلقون شريك, لكن الشريك مثلا بيقول لهم لا أنا 50 أو 60 لأني أنا بقاعد أدعمك ماديا. طبعا هذا شوفي هذا موضوع ثاني, معنى هي اللي ما هو لاقي معنى هي فكرتهم. أحيانا ما نلاقي الدعم صح, أحيانا ما نلاقي الدعم المادي اللي يخلينا نبدأ مشروعنا فعلا. فبالتالي تجي لأي أحد تقولي له أنا أبغى أنت 50 وأنا 50 وكذا, أحيانا ما تلقي القبول. وناس كثير لا تروح تضطر الى 30-70-40-60 اشياء زي كذا, بس دائما لو في القدره انك تكون عندك 51
فهذه أكيد أفضل. حلو جميل. ناخذ في مشاركات فيها معنا بعد. ناخذ أحمد. ألو أحمد. 150 ولا 50 كذا يا أحمد. ألو اسمعنا من الراديو رح يرد علينا أحمد. أحمد لسه قاعد يسمع من الراديو. طيب رح أقول على السريع أرقامنا اللي حابين يتواصلون معنا عبر الاسمس، يدزونا طبعا اسمكم أو مشاركتكم رح أكيد نطرحها الأستاذ زياد أورجنجي مستشار الإسام ومدير عام مجموعة إن يونايتد اس تي سي، رح تكون على 8477 00، موبايلي 640660 زين 7462 62. بالنسبة لخط هاتفنا اللي حابين تشاركوا معنا بشكل مباشر، كل اللي عليكم انكم تتصلون على 012-61-61-100، وإذا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك وتويتر على @ألف ألف أم وأمينة العبدالله، وأيضا أكيد أكاونت ضيفنا موجود، كل أسئلتكم استفساراتكم ممكن انكم رح يرد عليها كلها. أستاذ زياد بيسألون محمد الشريف يقول هل يعني أنت بتشوف مجال الاقتصاد له مستقبل؟ مجال الاقتصاد له مستقبل؟ المستقبل كله قائم على الاقتصاد. يعني اليوم الاقتصاد في كل شيء. نعم. حياتنا كلها بالنسبة لموضوع الحياة الاقتصادية كلها وحياتنا المعيشية، سواء كان في البزنس، في التجارة، في الأشياء هذه كلها، الاقتصاد طبعا مهم. يعني في الأخير أنت طبعا يعتمد، شوف طبعا هو في سمعة لأنه موضوع أنه إدارة واقتصاد، دخلنا إدارة اقتصاد لأني والله ما عندي مجموع، دخلت إدارة اقتصاد لأنه لا، وبشغلها من تخصصات الميتة اللي ما لها مستقبل. أي مع الأسف هذا كلام، يعني تفكير هذا غير سليم، لأنه مفروض إدارة اقتصاد بتعلم المبادرين اللي الناس اللي هم نقول رواد الأعمال، بالعكس جزء من عملهم هذا كله إنه يدرسوا الإدارة ويعرف إيش إدارة وإدارة أعمال. صحيح. أنت اليوم بتدير البزنس حقك وأنت ما تفقه شيء في الإدارة، معناته حينضحك عليك، حتخش في مشاكل كثير، تدخل في أمور مادية ومشاكل مادية ومشاكل، لأنه ما عندك فقط العلم بها. يعني اليوم أنا أنصح، والله العظيم أنصح كل واحد ما درس خلينا نقول إدارة أعمال وإدارة اقتصاد هو له في البزنس، تمام؟ حلو. إنه يدخل ويكمل الماجستير حقه مثلا في إدارة الأعمال. حلو. لأنه جميل. يهمه في إدارة البزنس حقه الشخصي، أو جميل. في إدارة، أو في إنه في إدارة القسم اللي هو فيه أو المكان اللي هو ماسكه. بالضبط. حتى لما أساسا لما يجي يبدأ بيحطها على الأرض يعني كخريطة، يعني كيف حيقسم الشركة حقتها، هذه كلها من أساسيات إدارة الأعمال من الـ A to Z. يعني لنا تخصص، وبعدين يقدر يدخل هناك ويتخصص إذا هو يحب التسويق ويحب الحاجات، يتخصص ماركتينج، يتخصص تسويق بالضبط. عشان يقدر يبيع نعم. يلا ناخذ شركة ثانية. نقول أحمد. السلام عليكم. يا هلا عليكم. السلام عليكم. الله يا أحمد تفضل. أختمين ممكن أكلم الأخ زياد؟ أكيد طبعاً. أهلا وسهلا، الله يحييك. يا هلا فيك أخ زياد. أنا في عندي سؤال بخصوص البراندينج. أنا الآن شغال في شركة بدون اسم الشركة. إي لا أكيد طبعاً. بس أنا وجالس أشوف إدارة الماركتينج في شركة كبيرة. أيوه. شركة طيران كبيرة. بس ما عندهم إدارة متخصصة في البراند مانجمنت. يعني أنا ما أدري هل لها إدارة معينة، أو يعني داخل الماركتينج هل يفترض أن يكون هناك في إدارة اسمها إدارة البراندينج؟ أو يعني في ناس بيتلخبط أنه بتقول لك الإعلان دعاية والإعلان هي المسؤول عن براندينج، وهذا أنا في اعتقاد شخصي ممكن يكون غير صحيح، لأن هي إدارة بتنفذ البراند على الأرض. فما أدري هل في إدارة مسؤولة خاصة بالبراندينج. طيب شكرا لسؤالك، سؤال جميل. أول شيء موضوع الدعاية والإعلان، خلينا نقول الدعاية والإعلان ما هي تخصصها البراندينج، هذا مو من صميم شغلها ولا من تخصصها. الدعاية والإعلان شغلتها في الحياة هي الكوميونيكيشن، إنها توصل للناس الإعلان عن المنتج أو الخدمة اللي أمامها. يعني اليوم إحنا كيف نسمع عن المنتج وكيف نسمع عن الخدمة؟ عن طريق الدعاية والإعلان. صح. أو عن طريق مثلا حسب لما نيجي نحط خطة تسويقية للمنتج أو للخدمة، نقول حنسوي إعلانات، حنسوي لها PR علاقات عامة، حنسوي لها ديجيتال، حنسوي لها حملة في الديجيتال، حنسوي لها حملة في كذا. فمن ضمن الحملات هذه الدعاية والإعلان. فالدعاية والإعلان هي بتسمع لنا المنتج. اليوم كثير منتجات عرفناها عن طريق الدعاية والإعلان، كثير من الخدمات سمعنا عن طريق الدعاية والإعلان. صحيح. لكن مو تخصصهم البراندينج. البراندينج لا، تخصص ثاني. إذا حتسألني في قسم الماركتينج، طبعا المفروض المفترض إنه كل الناس اللي درسوا ماركتينج وهم ماسكين قسم الماركتينج اليوم عندكم في الشركة أو في أي مكان، لازم يكون عندهم إلمام بالبراندينج. يعني إيش براندينج؟ يعني إيش براند؟ لأنه هو اليوم بيكون مسؤول عن تسويق منتج، أو أنتوا في الطيران عن تسويق خدمة، تمام، أو خدمات للشريحة المستهدفة. بالتالي إذا هو يتعامل معها من ناحية تسويقية بحتة فقط، أو من ناحية مبيعات بحتة فقط، ما يكون وصل الإيمج اللي يبغاه. البراند وعلم البراندينج
هذا موضوع جدا مهم، لازم كل واحد في التسويق يكون درسه وفهمه وعرفه. عشان كذا نتمنى انه البراندنج نفسه يدرس حقيقة. في ناس يدرسوه في قسم التسويق على انه خلاص ايش هو البراند، البراندنج بشكل بسيط جدا، يمكن بس درس زي ما بنقول، أيوة، محاضره واحده، محاضره ودرس. عشان كده تلاقي ناس كثير المفهوم ما هو واضح عندهم فعليا. عشان كذا نقول لازم يدرس. عشان كذا انت قاعد تقول قاعد تقول علم بالضبط. معناته علم، معناته هذا منهج، منهج كامل، منهج المفروض يكون في منهج كامل عندنا. طيب احمد اللي دز الاسمس، انا راح اخذ على السريع رأفت اورجانجي، بكل الشكر المبدع الراب الايسام زياد اورجانجي على طله الحلوه على اذا على الايسام، يلا شكرا لك، اكيد شكرا. ايضا احد الاخوان بعد دز لنا اسمس لكن للاسف مو كاتب اسمه. السؤال يمكن جاوبناه قبل شوي اخوي عن شركه الطيران. احنا كذا يعني وصلنا لنهايه مطاف حلقتنا اليوم، ما شاء الله مرت سريعه. يعطيك الف عافيه وشكرا على تواجدك معنا، وشكرا على هالكتاب، وشكرا على الاهداء. ايضا يعني وفعلا هذا انا بعتبره بوابه يمكن لاي شاب او شابه حابين انهم يفتحون البزنس الخاص مالهم. ان شاء الله يا رب. بالعكس انا اتمنى اي احد حاب يخش في موضوع البزنس ويفتح المشروع الخاص وكذا انه يقرا عن المجال هذا قبل ما يبدا البزنس حقه ويفتحه، عشان بعد كذا ان شاء الله يعني يديله تصور عام، تصور جميل. مهم جدا يفهمه ويمكن يغير له ترى اشياء كثير في بداياته. اي ممكن. حلو جميل، شكرا لك استاذ زياد. مستمعين الكرام، كان معي زياد اورجانجي مستشار الإسام ومدير عام مجموعه ان يونايتد. اكيد كل الشكر ايضا لكل اللي تواصلوا معي في حلقه اليوم، بالذات على تويتر اسماء نجله طلال، طلال عفوا، سطام العنزي، جنوبي حمزه البشير، وايضا اول بيبل ايكوال فيس، قصي ابو زياء، ابو زيد، ضي الابتسامه، منار، جودي قمر. يعني من جد انا جدا سعيده فيكم ان شاء الله. وايضا شكرا للي اتصلوا معنا عبر خط هاتفنا، وشكرا لزميلتي فدوى فوكس من خلف الاخراج والهندسه الصوتيه. نتروني بكره موضوع جديد وضيف جديد ان شاء الله راح يفوز على اعجابكم ورضاكم. كنت معاكم امينه العبد الله، فمان الله.